الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفخامة السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بفخامة الرئيس باسمي وباسم المشاركين في مؤتمر بير السلام العالم في هذا المنتدى الذي ينعقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بن الشيخ رازواني، بشراكة بين منتدى تعزيز السلم، بين منتدى أبو ظبي للسلم، وبين الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، وبدعم مستمر من دولة الإمارات العربية المتحدة التي منحت الأولوية لنشر قيم السلام والتسامح في كل أنحاء العالم. إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادراتها المتنوعة لتبرهن على حرصها على استتباب السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا وفي منطقة الساحل على الخصوص، من ضمن هذه المجالات المميزة المجال الفكري الذي نجتمع في سياقه اليوم في هذه العاصمة المباركة المكشوفة. إن حضوركم يا فخامة الرئيس هو أمر غير غريب، فموريتانيا والنيجر دولتان شقيقتان، بل يمكن أن يقال توأمان، كلاهما امتداد للآخر مكانا وإنسان. وحضوركم يشير إلى أهمية الموضوع الذي ينعقد هذا المؤتمر لأجله، وإلى الحاجة الماسة إلى تضافر المساعي لتحقيق الأمن والسلام في القارة الإفريقية. ننال ثب يا فخامة الرئيس مشاركتكم، ونتطلع للاستفادة من تجربة دولة النيجر في تعزيز السلم ونشر ثقافة المصالحات والملاءمات. فخامة الرئيس يجتمع في ظلال هذا المؤتمر الذي تشرفونه بحضوركم نخب من أهل العلم والرأي والتجربة ليتباحثوا حول سؤال واحد، هو كيفية إطفاء الحرائق والفتن التي تكدر سماء القارة الإفريقية وتعكر صفو مياهها. ومع وعينا بتعقيد مشكلة العنف وتنوع أسبابه، فإننا ننطلق في مقاربتنا من منحى فكري فقهي يسعى لتصحيح المفاهيم ومراجعة الأخلال المنهجية، معتبرين أن تصحيح الأقوال والأعمال يمر عن طريق تصحيح الأفكار والرؤى. يأتي هذا المجهود ضمن سلسلة من الأعمال الفكرية تضمنت إعلان مراكش 2016 المستلهم من وثيقة المدينة المنورة، وحلف الحضور الجديد الذي أعلن من أبو ظبي 2019 ومن واشنطن أيضا، والذي أكد على تعزيز القيم المشتركة بالدعوة إلى إشاعة قيم الضيافة الإبراهيمية وإغاثة الملهوف وإيواء اللاجئ والمهاجر وابن السبيل ومن سواهم من ذوي الحاجة حيث ما كانوا وممن كانوا. هذا على المستوى الدولي
أما على المستوى الإفريقي فقد حظي مؤتمر نواكشوط سنة 2020 بقبول مميز من الفاعلين الدوليين والإقليميين وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي الذي تبنى مضامين إعلان نواكشوط. لقد شملت هذه المضامين الدعوة إلى تطوير خطة فاعلة ومندمجة ومستوعبة للتعاليم الإسلامية وللتراث الإنساني والتقاليد الإفريقية لمكافحة التطرف والاحتراب والجريمة العابرة للحدود، كما دعت إلى التصدي الفكري بالحوار المبني على القيم الإسلامية السمحة من خير وحكمة ورحمة ومصلحة وعدل، لتقدم الرأي وتدعو إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة والتعاون المادي بالتآزر الاقتصادي والتشبث إلى أفق تنموي يحسن من جودة الحياة ويخلق فرص العمل. ويأتي مؤتمرنا هذه السنة ليتبنى هذه المضامين عبر محاور شملت محور إفريقيا، وضع الراهن والمقاربات، تفكيك الخطاب المتطرف، تصحيح المفاهيم الشرعية، حوارات والمصالحات، وتعزيز السلم، الدين بوصفه حافزا على المواطنة، تراث الإفريقي رافدا للسلام، وأخيرا محور إفريقيا قارة المستقبل الذي يستشرف مستقبل القارة برؤية تزاوج بين الأمل والعمل وبين الواقع المشهود والمستقبل المشهود. نرحب بكم مرة أخرى يا فخامة الرئيس، ونثمن حضوركم الكريم لمؤتمرنا، داعينا الله لكم بدوام التوفيق والتسديد، وأن يحفظ الأوطان ويصلح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتحياتي لكم ولمعالي الوزير ولجميع القادة الدينيين، والسلام عليكم ورحمة الله.